نجم نادي الزمالك ومترجم نادي الزمالك النجم الكبير مهاب ياسر. ازيك يا مهاب؟ ازيك يا مهاب؟ مبروك. اهلا بيك. الله يبارك فيك. ايه الجمال ده؟ الحمد لله. وايه البلاستر الكتير اللي حاطه دوت؟ وانا كنت مصاب، كان كتفي كان ممزوق، وكان شايف العب ماتشات بس. يعني لصمت الدنيا يعني زي ما بيقولوا، والحمد لله يعني لحقت اخر ماتشين. مبروك، واكيد انجاز كبير جدا ان فرقه الزمالك تفوز ببطوله افريقيا، بعد كده بطوله الدوري، ماراثون كبير، 5 مباريات تلعبوا الاتحاد السكندري، يعني فرقه تقيله جدا ولها باع في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، فاكيد الفوز ده ليه طابع خاص ليكم. اول حاجه هارد لك لفريق الاتحاد، فريق انا بتشرف ان انا بلعب مع اساطير زي اسماعيل احمد وزي نجوم كبير قوي في الاتحاد. الحمد لله بطوله غاليه قوي نادي الزمالك، وبطوله غاليه قوي علينا كلعيبه، بالذات الدوري بتبقى ليها طعم خاص ان انت تلعب سيزون كامل في دوري، فبتبقى صعبه قوي. وكمان سيريز مع الاتحاد، 5 ماتشات بتلعب 5 ماتشات كامله لحد اخر ماتش اوفر تايم، فبطوله صعبه جدا على نادي الزمالك، وبالذات بعد بطوله افريقيا. انت جاي بعد بطوله افريقيا وكسبان بطوله افريقيا، انت تقفل بطوله افريقيا وتخش في دوري، دي ناس فاكراها حاجه سهله، لكن هي حاجه اصعب ما انت تتخيل بكتير. والحمد لله احنا قدرنا نحقق كده لنادي الزمالك. كام سنه؟ كام سنه ايه؟ انت كام سنه؟ انا 18 سنه. 18 سنه؟ ما شاء الله. يعني حاجه جميله جدا، 18 سنه بتلعب وقت اضافي في 5 دقائق تقريبا. 5 دقائق. 5 دقائق. كنت بتفكر في ايه؟ 5 دقائق يعني، بص مايك معاك بقى، 5 دقائق فكرت في ايه؟ لعبت الثلاثيه ازاي؟ خطفت الثنائيه ازاي؟ لان ال5 نقط بتوعك يعني هم اللي حسموا الموضوع بصراحه. بص انا ده اصعب ماتش لعبته في حياتي، انا بقالي 10 سنين بلعب باسكت، انا اخر 5 دقايق دول حاسس ان انا مش في وعي، يعني حاسس ان انا مش مستوعب اللي انا بلعبه، يعني حاجه صعبه. بس انا متاكد قبل اوفر تايم احنا هناخد الماتش ده، قبل الاوفر تايم انا اتاكدت ان احنا الماتش ده بتاع الزمالك. اكتر من كام حاجه حصلت في الماتش اكدت لي ان الماتش ده بتاع الزمالك. ده اللي كان بيفنش الاتحاد. يعني الاتحاد كان بيفنش، ما يفنش مرتين. يعني مرتين تجي له ان هو يفوز، ما فيش. جات لهم كره في اخر 4 ثواني، شاطر. أيوة. ميديم شوت مصطفى عصام. ايوه. وطلعت. بس انا اتاكدت بعد الكره دي ان دوري زملكاوي. لا والله. اتاكدت الحمد لله، واحساسي طلع صح يعني. دخلت بقى على الثلاثيه، يعني ان انت تشوت ثلاثيه في الوقت الاضافي ده ريسك كبير جدا. طبعا ريسك كبير، ولو كان كانتش جت وطردت علينا كانت ممكن انا اشيل الليله. فلا بس باسكت ما فيهوش ريسك، باسكت فيه ثقه بالله يعني. انا الحمد لله بتتمرن وبتخليها على الله، فلا يعني دي طبعا طالما انت بتتمرن وبتجتهد ربنا، يعني لما تسيبها على ربنا بيجيلك زي ما انت عايز بالظبط. قول لي بقى ايه اللي دار في دماغك وانت بتشوط الثلاثيه وانت بتخطف الثنائيه؟ عشان اللحظتين دول مهمين جدا ان انت تحكيهم، انت دماغك كانت شغاله ازاي وايه اللي فيها؟ الثلاثيه انا ترددت، ما اكذبش عليك، ترددت. ترددت ان انا اشوطها. ترددت ان انا قلت يعني ده ريسك زي ما انت قلت، بس انا يعني بالنسبه لي اللي يخاف باسكت ما بيلعبش باسكت، انا ما خفتش، انا قلت هشوطها حتى لو ضاعت مش مشكله، بس طالما انا اوبن شوت لا انا لازم اشوطها. بس الحمد لله جت يعني وربنا كرمني فيها. والثنائيه دي التوقعات ديفنس، دي حاجه يعني زي تحركات دي بعدها بثواني. تحركات كده، توقعت الكوره ورحت خدتها الحمد لله. يعني نشوه الثلاثيه ما خليتكش ان انت تاخد الثقه شويه. تاخد الثقه شويه صح. لا انت ضغطت، وده لاعب كره السله، يعني ان انت احرزت ثلاثيه لا غيره، وبعدها لو جبت ثلاثيه تاني لا اقطع. فكانت لحظه مهمه جدا وفارقه في المباراه بالامس. فعلا في مثال بيقول لك نو ريسك نو ستوري، اللي انت بالزبط. لو ما عملتش ريسك لنفسك مش هتعمل حاجه كبيره. فالحمد لله برضو لما تكون تثق بالله وبتكون بتتمرن، فلا يعني خلاص بقى الموضوع انتهى يعني. كنت بتفكر في الجماهير، كنت بتفكر في الفوز، كنت بتفكر في حاجات كتير جدا وانت 18 سنه، يعني فكر في ايه في المباراه؟ نفسك الزمالك كان يكسب عشان مين؟ عشان ايه؟ عشان مهاب، ولا عشان عيلتك، ولا عشان الجماهير، ولا عشان الاداره، ولا عشان اللعيبه، عشان ايه؟ لا عشان حاجتين، عشان طبعا عيلتي اللي بتقعد تتفرج عليا وبتفرح ان انا اكسب بطوله زي كده، وحاجه ثانيه عشان جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك استحمل معانا كتير قوي من اول السيزون، احنا ما بدلناش السيزون احسن حاجه، كناش كويسين في الاول، بس الحمد لله يعني اتحسنا. كوتش اوجستي جه عدل الدنيا شويه، طبعا مع احترامي للمدير الفني السابق،
بس لا كوتش جوسي خلانا في حته تانية خالص. ف ثقه ثقه، وهو مش بمرنك مدرب، بمرنك اخونا الكبير. فدي حاجه طبعا بتنقلك حته تانية. زي ما انت شفتنا في ماتش امبارح، لا هو بيتكلم معانا كانه مش مدرب، لا هو كانه اخونا الكبير بجد. فدي بتديك طبعا ثقه في الملعب، بتديك ثقه بره الملعب ان انت تروح تتكلم معاه في اي حاجه. ف لا فرق معانا كتير الحمد لله. يعني انت قلت جمهور نادي الزمالك حتى كاتب لك العنوان اهو، استحملنا كتير قوي. شايف ان انتوا قدرتوا ترسموا البسمه في وجوه جمهور نادي الزمالك، سواء بالفوز ببطوله افريقيا او بالفوز بالدوري؟ اه طبعا، انا شفت فرحه في وشهم قبل كده ساعه الدوري 2019، خدت معاهم دوري 2019، انا لعبت 2 دوري خدتهم الحمد لله مع نادي الزمالك ما شاء الله.